مقطع اليوم بإذن الله تعالى راح أتكلم لكم عن حاجة جديدة حصرية اليوم حصلت، ألا وهي ريكروم نزلت خبر في ديسكوردها، ألا وهي في ماب اسمه إيفرغرون بي في بي، بالأصح فيه اللي هو السيستم سي بي 2 حق 2.0، لعبة متكاملة يمديكم تنسخونه. أمون شلون؟ راح أشرح لكم إن شاء الله كل شيء اليوم، وعن نبذة عن السي بي 2، نبذة آلية عمل اللعبة. يعني أبو بينيو يا مين، لا تنسوا تحطون زر اللايك بإذن الله تعالى حتى يعني ينيو يعتبر kind of دعم، وبرضو إذا حاب تدعمني في ريكروم طبعا هالشيء ما راح يكلفكم ولا شيء، كل اللي عليكم تخشون صفحتي بريكروم تضم كلمة support، يعطيكم ألف عافية. مبدئيا هذا الماب إيش اسمها؟ هذا هو اسمها مثل ما أنتم تشوفون Evergrown PVP، يمديكم تنسخونها من هذا الطريقة، كل عليكم تضغطون عليها ضغطة واحدة بتلاقون أن هذا الروم أصلا 2.0، يمديكم تنسخونه تستخدمونه تنشرونه تشدون فيه اللي يريحكم، أوكي؟ وبعدين تضغطون Got It، بعدها تضغطون Create، تسمون أي اسم تبغونه وCreate. طبعا أنا أوريدي نسختها فبنتقل الحين وأشرح لكم يعني. صح بوب، لا تنسوا تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا مثل ما تشوفون الشاشة اللي قدام مشكلة بالفي ار ما يوضح عدل، لكني راح اعطيكم صورة من البي سي اللي هو مثل ما تشوفون هنا يطلع لكم اسماء الاشخاص والرانكات والليفل فوق. طبعا مثل ما تشوفون اول ما تمسكون الميكروبن خاص فيكم راح تلاحظون هنا في بونش اوف سي بي 2، الا وهي كثير من سي بي 2 هات. اولا راح اقول لكم الميزات، الميزة بالسي بي 2 راح تكون اللي هو الرسبون حقة الاسلحة، بنفس الوقت في خاصية حلوة حقة المشروم هذا اللي هو لما توقفون عليها يعطيكم نطة زي كذا مثل ما تشوفون لما تروحون للإدت، هذا هو إعداداتها. راح أوضح لكم نبذة من هالسي بي 2، طبعا يمديكم تنسخون هذا الماب تنشرون تشدون اللي تبغونه تاخذون سي بي 2 حقها، اتس اب تو يو. مبدئيا هذا السي بي 2 مثل ما تشوفون تخص الرسبون حق الأسلحة، إن كل 60 ثانية راح يتجدد مثل ما تشوفون لما نضغط هنا إدت وضغط عليه، هذا كل شيء ما يخص اللي هو الرسبون حقة الأسلحة. عندكم حقة الماشروم، شفتوا الخاصية اللي هو حق إنه يقفزك وكذا، برضو مثل ما تشوفون هذا هو السي بي 2 حقها، بتلاحظون هنا في اللي هو اسمها جولدن ماشروم. تقول أمنة ايش جولدن مشروم؟ هناك لونها اخضر، راح تلاحظون ان في اماكن مشرومات تكون فيها جولدن مثل ما تشوفون، بحيث ان السي بي 2 هذاك اول ما ترقون عليها او تنطون عليها راح تتغير لونها. شلون امون؟ راح نطبقها سوا مثل ما تشوفون، من جولدن تحول الى اللون الطبيعي. هذا الحركه حلوه في السي بي 2 هذا يعني، فايب مثل ما تشوفون. طبعا من هالناحيه مثل ما تشوفون مثل ما انتم لاحظتوا لما نصعد فوق المشروم يطلع شيء اسمه الدست، او بالاصح تربه او حاجه كذا كانها غبار، هذا هو بالاصح يعطي امر اللي هو صوت القفزه، وعلى طول يطلع اللي هو الدست حقها. وهنا الاصوات مثل ما تشوفون، طبعا اذا شرحت بالتفصيل راح اطول وايد لكن انا اعطيكم نبذه. طبعا هذه مثل ما انتم تشوفون لو تروحون الادب تضغطون عليها راح يطلع لكم كل السي بي 2 هات اللي تخص فيها للستريك والليفل اللي هو الرانك ونمين اول واحد والاليمنتس وامور كثيره، يعني كثير امور. على سبيل المثال مثل ما تشوفون هنا لوكال بلاير سكول اللي هو انا او اي شخص موجود في هذا الروم يطلع له اللي هو الاتش يو دي والرانك والاسم والسكور حقك. طبعا هذا كله يخص ايفنت سندر. طيب الحين كيف اليه الذبح وزي كذا؟ طبعا خلينا ننتظر غال الحين لما تذبحنا. مثل ما تشوفون هي ماب بي في بي نقص دمي، مثل ما تشوفون هنا طلع اللي هو غلا، حصلت واحد. صراحه انا مره عجبني بالذات لما اعطونا الصلاحيه للنسخ وصلاحيه ان نعدل الماب ننشر نشد فيها. طبعا ننتظر غلا مثل ما تشوفون نضربها كذا، صار عندنا الاكس بي هنا ويزيد ليفلاتنا. طبعا امون هل هذا الماب الوحيد حق 2.0 قابل للنسخ؟ اذا رحت للكرييت هنا ورحت للكرييت نيو روم هنا مثل ما تشوفون في اللي هو روم 2.0، وعندكم روم 2.0 الثاني، روم 2.0 الثالث. طبعا هذا يكون فيها كل الاغراض تخص اللعبه الجديده. فيا بتمنى المقطع عجبكم، اشوفكم باذن الله تعالى في مقطع جاي. احلى متابعين، مع السلامه.